شكرا. مبارك مولودي دعات اكادير. سي محمد، انا غادي نرجع لواحد المقوله ديالك انت كتستعملها، هو انه الحافله يعني معطوبه، وكنبدلوا في الشيفور ياك. هذيك انت كتستعملها في بعض المرات. هذه شي 20 سنه. شي 20 سنه هذيك انت كتقولها، الحافله معطوبه، الموتور ديالها هو اللي عيان، ولكن المسؤول على هذيك الحافله كيبدل الشيفور بدل ما يبدل الموتور. الان حسب ما قدمتي لنا كنشوف على انه ربما الموتور هو اللي في الحسنيه هو اللاعب الاصابات ديالهم. وفهمت من صدمه كبيره يا والقلب